في ذاكره العراقيين جرح كيف له ان يلتئم وفي كل عام من الاول من شهر كانون الاول يستحضر مشهد اكثر من ثلاثه الاف جندي وضابط عراقي قتلوا بابشع طريقه حفرها حقد النظام الايراني على اجسادهم يوم الشهيد العراقي يذكر بما حصل في معركة البسيتين عام 1981 حينما أسرت القوات الإيرانية أكثر من ثلاثة ألاف مقاتل عراقي بين ضابط وجندي وقامت بإعدامهم ميدانيا ومثلت بجثثهم عبر ربطهم بالسلاسل بين المركبات وتقطيع أوصالهم لتكون هذه الحادثة الوحشية هي الرسالة المعبرة عن حقيقة نظام طهران وما سيفعله بالعراق مستقبلا حضر تلك الجريمه وشارك بها طرف يتحكم بالعراق اليوم ميليشيا بدر التي كان لها نصيب في التلذذ بالتمثيل بجثث الجنود العراقيين انذاك ولم تكن الجريمه غير شراره البدايه ليبدا الخميني الذي تجرع سم الهزيمه بتسخير كل وسائل الارهاب لضرب العراق والتامر عليه وصولا الى احتلاله بعد الغزو الامريكي حيث اعاد التاريخ نفسه وواصل نظام طهران سياسته العدائيه تجاه العراق وابنائه ولكن هذه المره بادوات محليه صنعتها ايران واشرفت على تغذيتها بروح الانتقام والحقد على العراق تاريخا وحاضرا ومستقبلا العراق اليوم يعيش أسوأ حقبة عبر التاريخ فقد تعدت سطوة الأحزاب والميليشيات كل الحواجز إجراما وفسادا وظلما فها هي أعداد الأيتام والثكالى والأرامل سجلت أرقاما هائلة وخيالية وكل ذلك بفعل الأحزاب والميليشيات ثنائية الشهيد العراقي والقاتل الايراني لم تقتصر على مجزره الجنود الشهداء عام 1981 وانما تعاد في كل يوم يرسم تعب العراقيين ويسجل آهاتهم منذ ان سطت ايران على حكم العراق رسميا بعد عام 2003